مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه جولتنا الإخبارية السودان هذا المساء من قناة الشروق. بدايتنا بالعناوين: الوساطة بجوبا ترفع جلسات التفاوض لثلاثة أسابيع وتسلم الحكومة ورقة الاتفاق الإطاري حول مسار الشرق. سلفاكير ودقلو يبحثان ملف السلام وترتيبات استئناف جولة المفاوضات عقب عطلة أعياد الميلاد. مواطنو جنوب كردفان يناشدون حركات الكفاح المسلح والحكومة بتوقيع اتفاق سلام شامل بالبلاد. أهلا بكم مشاهدين. رفعت الوساطة بجوبا جلسات التفاوض في مسار شرق السودان لثلاثة أسابيع بهدف إتاحة الفرصة لعقد مؤتمر داخلي للتوافق حول المسار. وأعلن رئيس الوساطة تود غالواك في تصريحات صحفية رفع جلسات التفاوض حول مسار الشرق، وقال إن ممثلي الشرق سيعودون للخرطوم للاتفاق ثم الالتحاق بالمفاوضات بجوبا. وأضاف أن مسار الشرق سيعقد مؤتمرا عاما بالخرطوم للاتفاق حول ممثليهم، وأشار إلى أن المفاوضات تمضي بصورة طيبة. وكان ممثلو مسار الشرق في المفاوضات تقدموا في وقت سابق بموقفهم التفاوضي للوساطة حول شرق السودان. وقال القيادي في جبهة الشرق أسامة سعيد إن رؤيتهم للتفاوض حول المسار تقوم على ثلاثة ملفات: سياسي واقتصادي وأمني. وأوضح أن الملف السياسي يشخص أزمة الشرق باعتبارها أزمة تهميش سياسي واقتصادي واجتماعي. عقد رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مارديت والنائب الأول لرئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو وزعيم المعارضة بدولة الجنوب رياك مشار اجتماعا تشاوريا بالقصر الرئاسي بجوبا. وأوضح مستشار رئيس دولة الجنوب للشؤون الأمنية تود غالواك في تصريح صحفي أن اللقاء تركز حول ملف السلام بدولة الجنوب وترتيبات استئناف المفاوضات بعد عطلة أعياد الميلاد. وأكد غالواك أن العام القادم سيكون عام السلام وتحقيق الاستقرار بدولة الجنوب. ويتفقنا لحنا نحن نستمر في هذا الملفات ومناقشته. نحن نيابة عنه قال نحن قال مكلفني نبلغ تحيات والسلام تأثير رئيس الجمهورية سلكير ميادد مع دكتورية للمواطنين جنوب السودان لأن العام دعم السلام وتمشى الكنائس ويتفل بالسلام. وأكد لكم نحن العام ده خلاص ما في حرب مرة ثانية في جنوب السودان، جنوب السودان في استقرار في سلام في أمن. وعشان كده نأكد المواطنين نحن مدلي لنا شهاته من القيادة وأكد القيادة العام ده دعم السلام. أكدت قيادات من الإدارة الأهلية بشرق السودان دعمهم لمحادثات السلام بجوبا مجددين حرصهم على وحدة صف أبناء الشرق جميعا لإنجاح الجهود المبذولة من قبل الوساطة الجنوبية والجبهة الثورية والحكومة الانتقالية لإنجاز سلام عادل وشامل ينعم من خلاله إنسان الشرق بالاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي. وأشاروا لمساع حثيثة تجعل التراضي واقعا معاشا من خلال منبر الشرق، لكن في الوقت نفسه يرى بعضهم أن اتفاق الجميع بنسبة 100% هو مطلب بعيد المنال. وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الإدارة الأهلية بشرق السودان في وكالة السودان للأنباء لدعم محادثات السلام الجارية بدولة الجنوب، إيمانا منها بأهمية السلام كخطوة استراتيجية لتحقيق الاستقرار الذي يمكن السودان من النهوض وإعادة بناء الدولة. أغلبية أهل الشرق الآن مع الدعم الكامل لمحادثات جوبا، والآن موجودين في هذه القاعة أكثر من 10 نظار من قبائل شرق السودان ولايتي كسلة والقضارف، وهنالك أيضا أخواننا جايين اليوم والآن أنا شايفهم دخلوا برضو من بور السودان. نحن جينا عشان ما نأيد وندعم عملية السلام، وجينا عشان ما نوصل رأينا للوسيط ولحكومة السودان وللجبهة الثورية إنه نحن غالبية أهل شرق السودان، نحن مع المنبر وداعمين للمنبر ونقف خلف المنبر. حقيقة الناس بور السودان زي ما شاهدت الحشود
في كسلا والبحر الأحمر وبور السودان والغدارف كل حشود مع المسار، ما قضية الشرق، ما قضية السودان عامة. دعا مواطنون بجنوب كردفان حركات الكفاح المسلح والحكومة الانتقالية إلى توقيع اتفاق سلام شامل، وذلك لتحقيق رغبتهم الحقيقية في إحلال السلام الشامل وتحقيق الاستقرار وبسط مشروعات التنمية بالولاية. نحن رسالتنا للإخوة في المجلس السيادي والإخوة في الكفاح المسلح الحركة الشعبية شمال والأخ عبد العزيز الحلو بتفحم هذه الأوضاع والعمل على المقاربات بين الوفدين حتى نستطيع أن نوقع سلاما آمنا يخرجنا من هذه المهنة التي نحن عليها. تقديراتنا أنه بالضرورة أنه تتاح فرصة لأهل المصنع الحقيقيين المواطنين الواطنين الجمرة في أنه يكونوا جزء من الحراك وجزء من الحوار ده عشان يحصل تكامل للقضية بتاعت السلام. وفي النهاية نحن تقديراتنا وأمانينا ورغبتنا إنه هذه المفاوضات ينبغي أن لا تنفض إلا على السلام، وأن لا تنفض إلا أن تحقق السلام، وعلى أن لا تنفض إلا أن تحقق رغبة مواطن ولاية جنوب كردفان. بناشد أخواني وأخواتي في المفاوضات بأنهم يحاول بقدر الإمكان إن يجيبوا لنا السلام. نحن حاليا في جنوب كردفان عندنا السلام مجتمعي، الناس بتخش وبتطلع تشتري حاجاتها والناس بتمشي وبتجي، لكن احنا محتاجين السلام السياسي لانه السلام ده بيعني لنا اي حاجه. لو بقينا عندنا سلام اي حاجه تانية ممكن تجي، لكن لو ما في سلام حتى لو عندنا المواطنين دول بيخشوا وبيمرقوا وبيشتروا حاجاتهم وبيرجعوا برضه السلام ده بيكون ناقص. عشان كده انا بطلب منكم وبرجاكم برجاء خاص بانكم تحاولوا انه تمضوا لنا السلام ده حتى ولو الليله قبال بكره. هذه الجلسات والتفاوض اللي موجود في جوبا الان انا ما شايف انه في مبرر في انه حتى اللحظه دي الناس ما قدرت توصل لاتفاق بتاع سلام. ما في مشكله اذا كانت كل المطالب طالما هي مشروعه وخاطبت جذور المشكله السودانيه بشكل حقيقي، طيب وين المشكله في انه يتم في اتفاق بتاع سلام؟ الان ما في جاب كبير ما بين قوى اعلام الحريه والتغيير او حكومه الفتره الانتقاليه والحركه الشعبيه، في تواصل على مستوى الفكر وفي تواصل على كل الاصعده وكل القضايا الناس متفقين عليها، اذا ما في سبب مباشر في انه الناس ما توصل لاتفاق سلام. لذلك نحن بنناشد كمواطنين ان الله دفعنا فاتوره الحرب. وما مستعدين الان ندفع فاتوره الحرب ولو ليوم. دعا وزير الشؤون الدينيه والاوقاف نصر الدين مفرح الجماعات الاسلاميه بالسودان الى الالتزام بالمنهج الاسلامي القويم الذي يدعو الى نبذ العنف والغلو والتطرف ومحاربه خطاب الكراهيه. وقال الوزير خلال مخاطبته الملتقى التفاكري للجماعات الاسلاميه والذي نظمته الوزاره ممثله في المجلس الاعلى للدعوه الاسلاميه، ان الوزاره ستعمل على محاصره الجماعات المتشدده بالحوار والتفاكر. وأضاف أن رسالة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ترتكز على تعميق روح التسامح الإنساني والديني وقبول واحترام التنوع الذي تزخر به البلاد، إلى جانب محاربة الغلو والتطرف والعادات الدخيلة على المجتمع السوداني عن طريق الحوار بالحسنى. وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة الجماعات الإسلامية في تجديد وتطوير المنهج الدراسي، وذلك من أجل التوافق على منهج يعمق من روح التسامح ويعلي من الانتماء الوطني. أعلن الوزير عن تسيير قوافل دعوية للمناطق التي تأثرت بالحرب خلال فبراير المقبل والتي ستشارك فيها الجماعات الإسلامية بالسودان. نحن دائرين كلنا مع بعض نشتغل على قضايا هي تؤرق مضاجع الأمة السودانية اليوم، هي قضايا الشباب وقضايا المرأة وقضايا السلام، قضايا ردق النسيج الاجتماعي. دي أخواننا قضايا كبرى نحن دارين نشتغل عليها. الدولة دي فيها مطلوبات 10، الحكومة الانتقالية مطلوبات 10 تنفيذية حتشتغل عليها طوال الثلاث سنوات والثلاث شهور الجاية. فيها كيف أننا ننهي الحرب ونعمل سلام دائم في البلد، كيف أننا نستطيع أن ندير التنوع الموجود، كيف نخاطب جذور المشكلة عشان نعمل السلام ده.
وجه والي الخرطوم أحمد عبدو بتكوين لجنة من ذوي الاختصاص لاستكمال البنى التحتية للمنطقة الصناعية الجديدة بالجيلي، والتي تشمل خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي والسطحي وشبكات الكهرباء والاتصالات. واطلع الوالي خلال اجتماع مع أمين الحكومة ومدير وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة ومدير وزارة الصناعة ومدير الأراضي ومفوض الاستثمار، اطلع على ترتيبات مدينة الجيل الصناعية التي تقع في مساحة 2 مليون متر مربع، وتضم قسما للصناعات البلاستيكية وقسما للصناعات الدوائية وقسما للصناعات الغذائية وآخر للصناعات الجلدية، حيث يصدر السودان ما نسبته 25% من صادرات الجلود في إفريقيا. قال والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد حسين إن حكومته تتطلع لأن تنجح مؤسسات الدولة العليا في إزالة القيود التي تحظر السودان من التمويلات البنكية والمنح العالمية. وأكد الوالي خلال مؤتمر صحفي بعبر بأنه في حال إلغاء العقوبات وشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فإن ذلك سيفتح المجال لاستغلال وتحريك الموارد الحيوية الكامنة. وأضاف أن قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وسك الحديد والبنى التحتية تأثرت بشكل مباشر بهذه العقوبات. وقطع والي نهر النيل أن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي، وستتبنى عقد شراكات اقتصادية فاعلة وتفعيل الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة في المحيطين الإقليمي والدولي. إذا لم يرفع هذا الاسم من تلك القائمة التي تحمل الدول الراعية للإرهاب لن يهد لنا بال ولن تغر لنا يعني جفن. نحن نسأل الله أنه تتضافر جهودنا جميعا، الإخوة القائمين في المركز، الإخوة في مجلس السيادة، والإخوة في مجلس الوزراء، وكل المكون الرسمي والشعبي والمنظمات الطوعية وكل الحادبين على أمر سلامة هذا الوطن، أن تتضافر جهودنا بما يرفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، حتى تستمر معاملاتنا البنكية وننال من القروض ومن الإمكانات التي يعني تعيننا كثيرا في حاجياتنا. إلى ذلك استبعد والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد أي تهديدات وتأثيرات مباشرة على ولايته جراء تنفيذ السدود الداخلية والخارجية، قاطعا بأنهم تلقوا تأكيدات من بيوت خبرة استشارية موثوق بها في هذا الشأن. عملنا 4 اتفاقات إطارية وعملنا 4 مذكرات تفاهم، واحدة من مذكرات التفاهم الآن بدت حيز النفاذ اللي هي الطاقة، جايبين لنا 350 كيفي عشان يعيننا. نحن المصانع بتاعتنا بتاعت الاسمنت دي شغاله ببرسنت 23% من الطاقه الكليه بتاعتها. لو غدر لهذه المصانع ووجدت الكهرباء ووجدت الطاقه البلد يعني حاله بتغير. ايضا هنالك بشريات بالمعنى الواضح، انه سدي الشريق ودقش كان هنالك تخوف من الامر بتاع صد النهضه والعقبات اللي اعترت مسيره هذا الصد، وكان في معلومات بتشير أن هنالك غمر لهذه المناطق ناس الباقة. الآن بعد دراسات الأجريت دراسات دقيقة وأعدتها يعني بيوت بتاعت خبرة كبيرة جدا، حتى لو السدود أغمت ما في غمر. قال قائد ثاني الفرقة 11 مشاه بولاية كسل خالد نصار إن القوات المسلحة رغم تعدد مهامها في الفترة الأخيرة إلا أنها التزمت ببرامج التدريب ورفع قدرات منسوبيها. وأكد خلال ختام الدورات التدريبية لمنسوب الشرطة العسكرية يقظة القوات المسلحة في حماية المواطن والوطن وفض النزاعات، وأشار إلى دور القوات المسلحة في احتواء مشكلة بني عامر والنوبة بالقربة، كما أشار إلى أن قيادة الفرقة نفذت الدورات أو البرامج التدريبية للعام 2019 كافة، مشيرا إلى أهمية تدريب لمنسوب القوات المسلحة لمواكبة ما هو جديد في التخصصات العسكرية المختلفة. على الرغم من الظروف التي يعلمها الجميع وأن أبطال الفرقة 11 أبطال الشرقية العرب هبوا ليلبوا نداء الوطن واستلموا زمام الأمور في حماية وتأمين الوطن والمواطنين، وبالرغم من الأعباء الكثيرة التي أضيفت لهم إلا أن ذلك لم يشغلنا عن التدريب. والحمد لله الفرقة 11 نفذت كل دورات العام التدريبي 2019 بنسبة 100%،
بل نفذت شعبة التدريب دورات خارج المرشد. إلى ذلك قال والي كسر المكلف محمود همت إن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من كل المواطنين، كما تعاملت بالقانون مع كل الأحداث التي جرت بالولاية بجانب دورها في توفير الحماية للمواطن، وأشار إلى حاجة أفراد القوات المسلحة لمثل هذه الدورات التي تمكنهم من أداء مهامهم الموكلة إليهم بكل مهنية. القوات المسلحة تتعامل بمهنية عالية وبالقانون مع كل الأحداث التي تجري في هذه الولاية. آمل أن يكون الإخوة المتخرجين إضافة حقيقية لنا في الولاية، خاصة أنه نحن نحتاج لمثل هذه الدورات خاصة في ضبط الأسواق وخلافه. ولعل أهلنا في كسلة لاحظوا في الفترة الأخيرة تواجد للقوة قوات الشرطة العسكرية في كثير من المواقع، ده كان له دور وأثر كبير في أنه المواطن يطمئن. وأضاف أن توفير الأمن للمواطن يظل من أولويات الحكومة الانتقالية، وأبان أن القوات المسلحة التي لبت نداء التكليف في هذه الفترة قادرة على نقل البلاد إلى بر الأمان. اطمئنان يا جماعة للمواطن، دي واحدة من أولوياتنا في المرحلة المقبلة. نحن نأمل إن شاء الله القوات المسلحة تعبر، والتكليف ده يكون واحدة من الحاجات اللي نحن أخذناها بحقها وانتهينا بإذن الله تعالى ورجعنا سكناتنا سالمين آمنين زي ما سلمونا الأمانة نسلمها لغيرنا إن شاء الله. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عثمان شيبة أهمية إشراك الأطفال في تقييم أوضاع الطفولة ومستوى خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وقال لدى مخاطبته ورشة تدريبية لميسري الولايات البحث التشاركي لتحليل وضع الأطفال لعام 2019 إن تقييم أوضاع الطفولة هذا العام يكتسب أهمية كبيرة في إطار التغيرات الجذرية التي تشهدها البلاد، وأكد أهمية توفير قاعدة معلومات حول أوضاع الطفولة في السودان للاسترشاد بها في سياسات الحكومة الانتقالية، وأضاف أن الورشة تهدف إلى تدريب الباحثين بولايات السودان المختلفة بهدف إشراك الأطفال في عمليات التقييم لأوضاع الطفولة في السودان. نحن اليوم في ورشة بصدد أنه يعني ندرب الباحثين والداتا كولكترز على كيفية استشارة الأطفال ومشاركة الأطفال، وأنه الأطفال يكونوا جزء من عملية تقييم أوضاعهم. وحاليا الورشة اللي بيحضروها يعني ممثلين من مختلف ولايات السودان المختلفة. الغرض الأساسي والرئيسي هو هم يتعلموا المهارات الأساسية اللي بيساعدنا وبيساعدهم في استصحاب وجهة نظر الأطفال وتقييم الأطفال لأوضاعهم. أوصت ورشة أسس العدالة الانتقالية بأهمية تفعيل دور وسائل الإعلام للتنوير بمفهوم العدالة الانتقالية وأهميتها، وتنظيم ورشة موسعة تضم منظمات المجتمع المدني والقانونيين والجهات ذات الصلة. وقالت المستشارة العامة لإدارة التدريب هويدا عوض الكريم إن منظومة العدالة في البلاد تمر بوقت استثنائي بغرض تطبيق الحد الأدنى من العدالة لتحقيق السلام والتنمية. وقدم المستشار القانوني عبد العظيم أحمد الزاكي ورقة حول آليات العدالة الانتقالية، أكد فيها دور المجتمع المدني وضرورة استصحاب الإرث الشعبي في إقامة العدالة في المجتمعات المحلية لتوظيف المحاكم الشعبية في معالجة انتهاكات الحرب الأهلية، وأشار إلى الأساليب المتنوعة لتطبيق العدالة الانتقالية في السودان، خاصة الإرث التصالحي في دارفور وجنوب كردفان. تتابعون في هذه الجولة أيضا تمتيد اتفاقية النفط والترتيبات الاقتصادية بين الخرطوم وجوبا لثلاث سنوات. مددت دولة السودان وجنوب السودان اتفاقية النفط والترتيبات الاقتصادية لثلاث سنوات، حيث اعتمدت رسوم العبور والمعالجة والرسوم السيادية لخام الجنوب
الذي ينقل عبر خط أنابيب شركة النيل الكبرى ب$26 والخام الذي ينقل عبر خط أنابيب شركة بترودار ب$24.1 كما اعتمدت إمداد مصفات الخطوم ومحطة أم دباكر بخام الجنوب ب$28,000 بجانب دفعيات الترتيبات الاقتصادية. وقال وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم إن الاتفاقية تعتبر خطوة كبيرة لدفع التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز بروح الإخاء والتعاون لمصلحة البلدين، بجانب التعاون في زيادة الإنتاج بدولة الجنوب وإقامة مشاريع اقتصادية كبرى لمصلحة البلدين، مثمنا دور وجهد إفريقيا فريقي التفاوض من البلدين. كما أعرب وزير النفط بجنوب السودان أو دانيال شوانغ عن سعادته بتمديد الاتفاقية إلى مارس 2022 والتزام البلدين باتفاقيات التعاون، وأعلن استعدادهم لمزيد من التعاون حتى تتم إعادة الضخ بجميع حقول الجنوب. بحث مؤتمر التعدين العلمي الثاني بالأبيض كيفية وضع رؤية مشتركة لقطاع التعدين بالولايات كردفان الثلاث. وتناول المؤتمر أوراق عمل متخصصة في مجال السلامة العامة والأثار الصحية للأنشطة التعدينية والصناعات المرتبطة بالتعدين وأثرها في التنمية الاقتصادية بالبلاد. وقال مدير الإدارة العامة للمعادن بشمال كردفان عبد الرحيم الجدال إن المؤتمر يهدف إلى تعظيم الفائدة من التعدين وإحداث التنمية المطلوبة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية والزراعية. وأشار إلى أن المؤتمر استعرض بحوثا حول علمية التعدين بجنوب كردفان ومستقبل الرمال البيضاء بشمال كردفان والاستفادة منها في صناعة الزجاج وبناء سوق نموذجي لمنتجات الأنشطة التعدينية. هذا المؤتمر يهدف إلى وضع رؤية مشتركة للولايات الثلاثة، وخاصة أن هذه الولايات الثلاثة تتميز بثروات معدنية متنوعة ومتعددة، سواء كانت معادن نفيسة أو معادن استراتيجية أو معادن وصخور صناعية أو معادن زراعية، وبالإضافة للمحاجر الخرسانية وغيرها. هذا المؤتمر يأتي استكمالا لدور قطاع التعدين في تعزيز عملية التنمية والتعمير وتعزيز دورنا المتعاظم لاستغلال الموارد الجيولوجية استغلال أمثل حتى يعود بالنفع لهذه البلاد. ومن جهته أشار المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بشمال كردفان محمد الحافظ الشريف إلى أن المؤتمر سيخرج بسياسات وخطط تدعم الاقتصاد القومي والولائي من خلال تطوير القطاع التقليدي وتنظيم الأنشطة وبناء قاعدة للمعلومات. نتمنى أن هذه الورشة أو هذا المؤتمر يطلع بسياسات واضحة وخطط تدعم الاقتصاد بصفة عامة، وخاصة اللي هو تطوير القطاع التقليدي الذي يخصنا في الولاية نحن، وبناء اللي هو قاعدة معلوماتية قوية عن هذه المعادن. وكذلك لنا في هذا المؤتمر اللي هو دلالات معينة اللي هو نلفت نظر المسؤولين عن أن هذا القطاع يلزم أن توضع له سياسات وقوانين وتطوير بصورة ممتازة. ختام هذه الجولة أذكركم بعناوينها: الوساطة بجوبا ترفع جلسات التفاوض لثلاثة أسابيع وتسلم الحكومة ورقة الاتفاق الإطاري حول مسار الشرق. سلفاكير ودقلو يبحثان ملف السلام وترتيبات استئناف جولة المفاوضات عقب عطلة أعياد الميلاد. مواطنو جنوب كردفان يناشدون حركات الكفاح المسلح والحكومة بتوقيع اتفاق سلام شامل بالبلاد. انتهت جولتنا السودان هذا المساء، قدمتها لكم مشاهدين من قناة الشروق. بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار على موقع الشروق على الإنترنت شروق.net. فإلى اللقاء.